تأثير على المناخ كبير، يبقى كل حصة بتكتبه معايا، كل محاضرة يبقى كل مرة هنزود حاجة. لو أنا عندي أربعة بيبدأ يضرب بالشكل ده، يجي دي فيه كلام كونسيستنت. عاوز أجيب ترانسفير فانكشن في الكلية. إحنا اتعلمنا في المحاضرة اللي عبارة عن جي على واحد زي جي اتش، يعني جاي ده هيبقى في الوسط على واحد زي ده. دي ترانسفير فانكشن في الكلية. طيب. أخلي المادة دي أحسن لي الحسبة دي إزاي يجري ترانسفير فانكشن في الكلية. شوية أمر بسيطة أوي. أول حاجة أنا لازم أعرفه البسط والمقام بتاع كل بلوك عندي. فعندي كوزو كوزو البسط بتاع اس زي 1 والمقام بتاعي عباره عن قوسين مربوطين في بعض. افهم الكلام ده ازاي؟ الاول بقول ان انا عندي ام جي او اي حاجه اسميها ام اي حاجه متغير كويس بيعبر لي عن البسط. عشان اعبر عن البسط بتاع الدامه دي باخد الكوفيشنس بتاعي اللي هي واحد بالترتيب بقى. اذا كان اس ترجيع زي اس السواق باخد الكوفيشنس بالترتيب. لو كان في الف مش موجود باخد الكوفيشنس بتاعه في زيرو. فانا عندي واحد مضروب في اس بالباور 1 زي واحد مضروب في اس بالباور 0. يعني الكوفيشنس بتاعتي اللي عباره عن واحد وواحد واحد وواحد وبحطهم بين سكوير براكتس بالتجربه. فبسلم مقال البسط بتاع ام جي او افتح قوس مربع كده واحد واحد. السيمي كول دي معناها احسب الريلايزيشن. واكيد عندكم فكره عن ده شويه. حد عنده فكره عن ده؟ طيب السيمي كول ده المفروض ان انا مش ما بظهرش الكلام ده، هو كده انا بس مش عارف يظهر من الدنيا. اوكي؟ طيب فكده انا عرفت البسط. عشان اعرف المقام بتاع نفس البلوك فاسميه برضه اي اسم تاني. وليكن دي جي او الديجنريتور بتاع الترانسفير فانكشن جي او دي جي او. انا عندي قوسين مضروبين في بعض ففي امر الماده اللي بيفهمه اسمه كونفليوشن. سي او ان في كونف سي او ان في كونفليوشن. ايه ده؟ القوسين مضروبين في بعض باخد الكوفيشنس بتاع القوس الاولاني والكوفيشنس بتاع القوس الثاني برضه بالطريقه دي. باخد قوس كبير واحط بينهم الكوفيشنز بتاع ده وده. فيبقى قوس كبير كده وبعدين قوس مربع اخد فيه واحد وثلاثه والقوس الثاني عباره عن واحد وخمسه. واحد وثلاثه كله. في هذه الحاله فهمتوا ان انا عندي بولونوميال. بولونوميال دي معبره عن مقام الحاله دي عباره عن اس زائد ثلاثه مضروب فيه اس زائد خمسه. كويس كده. كويس يبقى كده انا عرفت كل الترانسفير فانكشن بتاع البلوك اللي موجود عندي. طيب انا عاوزه بعد كده يطلع لي بسط المقام كلها ام جي كلوز بلوك ودي جي كلوز بلوك. ممكن اسميهم اي حاجه. دي هنا مجرد مسميات يا جماعه. بس بشرط ان انا هستخدمها هنا اكون هو اللي انا اعرفه هنا. اوكي؟ يعني لو عرفت ده ام جي رو ودي جي رو يبقى لازم على الطرف اليمين هنا في الكلوز بلوك دي ام جي رو ودي جي رو. وعاوز اصغرها في البسط على مقام برضه. البسط اسمه ان جي بلس 2 والمقام اسمه اي جي بلس 2. في امر تاني هنا اسمه بلس 2. الامر بلس 2 ده معناه ان ده بيفرق ان انا اللي عرفته قبل كده الان جي او والدي جي او ده عباره عن ترانسفير فانكشن بسط ومقام. الفورورد باث ده هو عباره عن اس زائد 1 زائد 1 اس زائد 1 والمقام بتاعه عباره عن اس زائد 3 اس زائد 5 والفيدباك بتاعه قيمته واحد. يعني لما بديله امر كروس بلوك ده هو بيفهم على طول ان الفيدباك بتاع قيمته كام؟ واحد. دي نقطه مهمه قوي. جاست ان انا استخدمت الامر ده كل ده عشان نقدر نفهم امر اسمه كروس بلوك. طيب بعد كده بقول له اطبع لي الترانسفير فانكشن بتاعتك. الامر اللي بيعمل الطباعه اسمه برنت سيس. برنت دي مع بعض ام تي اس واي اس برنت سيس. برنت ايه بقى؟ برنت البسط والمقام الكليات اللي انت استخدمتهم هم الام جي سي ال والدي جي سي ال والمتغير بتاع اللي هو في الاقلاس ده اسمه اس. يعني لو انا حطيت بدل اس بي اكس بدل ما يبقى اس زائد 1 هناك هيبقى اكس زائد 1. يعني هو بيحط الرمز هو بيعبر عن اس اكس من اي حاجه بحطها بالاي تو يعني كوتيشنز في الصوره دي يا جماعه. هو مقام مقام وبينهم اس. تمام؟ يبقى في الحاله دي لو عملنا رد لهذا البرنامج طبعا المفروض تنزل تعمل تكتب البرنامج على الويتش وبعدين تعمل له سيف وتعمل له سيف اس اي اسم دوت كام. وبعدين لما تيجي تعمل رد بتنادي البرنامج ده تكتب الاسم ده. مجرد ان انت عملت رد خلي بالك اخر سطر عندي مش حاطط فيه سيف كله. ليه؟ لان انا عاوز النتيجه دي اللي تظهر.
لكن مش عاوز لانس هارمر يعمل لانس هارمر بحيث انها ران، انا مش عاوز اعمل ران واحده واحده، لا ده انا عاوز اعمل ران البرنامج كله بحيث في الاخر هيطلع لي حاجه بالشكل ده. الترانسفير فانكشن الكليه اللي احنا كنا بنحسبها قبل كده تطلع حاجه بالطريقه دي، اس زائد 1 على اس بروبورت، نزلوا دي تحت يا جماعه ما تقدرش فوق، يبقى كانها اس بروبورت جنبها كده، نزلها تحت شويه. انا عارف انك هتحس بره بقى الحاجات دي. طيب فده كده تاني ترانسفير فانكشن الكليه بتاعت السيستم. اللي احنا كنا بنحسبها برضه في جي، كنا بنحسبها جي على 1 زائد اول اس بار كده. يبقى احنا بس اتعلمنا امر، الامر اللي هو اسمه ايه يا جماعه؟ كلوز لوب وفيرسس وكونفوليوشن. يعني مع كل كلمه كده بنتعلم حاجه امرين ثلاثه كده بس. طيب لو انا عندي سيستم بالشكل ده، الفرق بين ده وده حاجه واحده بس، ان انا بدل ما كان عندي يونيتي في الكلام المره دي عندي اتش، عندي ترانسفير فانكشن ثانيه كده بباب ثاني اس زائد 6 اس زائد 10. طيب انا مش بتعامل معاها ازاي؟ نفس القصه لازم اعرف بصل المقام لكل البيت معمول، البيت ده والبيت ده لازم اعرفه. فالبيت اللي فوق ده بصل المقام، بصل الجنرال اس زائد 1 يبقى سكوير روت الكوفيشنس بتاعتي 1 و 1. طب المقام بتاعي سميته دي شي رو، تمام؟ عباره عن كونفوليوشن بين حاجتين، واحد 3 واحد 5، واحد 3 واحد 5. امر الكونفوليوشن والبوست اللي هو ده والسكوير ده سكوير. يبقى كده انا عرفت بسط المقام بولينوميال وبولينوميال، تمام؟ عرف بولينوميال بسط المقام بتاعت الاتش، طبعا عرفت دي جي مثلا ودي اتش. فسميتها النيوميريتور بتاع ال اتش. ان اتش عباره عن الكوفيشنس بتاعت البسط او 1 و 6. دي اتش اللي هو المقام. الكوفيشنس بتاعته دي عباره عن 1 و 10. 1 و 10. تمام؟ المرة دي ما هوش يونيتي في كان عندي اتش، فما اقدرش استخدم الامر اللي اسمه سينو كوزو ده، سينو ما اقدرش استخدمه. في امر تاني لما يكون عندي فيدباك اسمه فيدباك. فيدباك ده بيعمل ايه بقى؟ بياخد البسط المقام بالترتيب. ده وبعدين ده وبعدين ده وبعدين ده في نفس التسلسل ده كده. ويظهرهم لي في بسط المقام بجد انا سميتهم ان جي سي 2 ودي جي سي 2. يبقى لما اجي اعمل برنت بعمل برنت لايه بقى؟ للمودات بتوعي دول. فبقول برنسس ان جي سي 2 دي جي سي 2 وعاوزها تبقى داتا في اس. في الطريقه. هتطلع لك سهله.